السلام عليكم. كنت محتاج ملف معين لكن ملكوش على هيئة تريفت ولا كانت لقيته على ملف اس تي بي، فعشان انك تفتح ملف الاس تي بي هو بيفتح ممكن على الفريكات، فاقول له فايل واقول له اوبن. من ضمن الامتدادات اللي هو بيقبلها الاس تي بي، فهقول له اوبن. عندنا الملف بالشكل دوت. طيب عايزين نبدأ ان احنا نحوله، فهقول له عايز اعمل له اكسبورت، بيقول لي علم على كل حاجة، فهقول له كنترول A واقول له ان انا عايز اعمل لها اكسبورت. في امتدادات كتير هو بيقبلها، بس زي ما انت شايف الدي دبليو جي والدي اكس اف هو بيقول لي 2D، فانا هروح على الاي اف سي وتشوف الاسم بقى اللي انت عايزه، وليكن مثلا 123 سيف، وهروح فاتح الريفت انت ينفع تقول له افتح لي الاي اف سي، بس ساعتها ممكن يفتحها على انها بروجكت، فاحنا عايزين نفتحها على انها فاميلي، فهقول له فايل واقول له اوبن اي اف سي. كده نقدر نقول ان احنا خلاص دخلنا الملف وبدأ يتعرف على الاي اف سي بتاعنا على الريفت، ناقص بس ايه نحطه في فاميلي عشان يبقى سهل التحكم فيه. هعمل سيلكت عليه واقول له اديت ان بليس عشان تقدر تعمل ري سيلكت لكل حاجه، واقول له كوبي واروح ل الفاميلي نيو فاميلي واقول له بيست. كده بقت معايا الفاميلي 3D. بالشكل دوت تقدر تشوفها 3D وتقدر تختار الكاتيجوري بتاعتها.